يؤثر الجهاز العصبي على عمل الجسم بأكمله، فهو ركن أساسي فيه لما يقوم به من تنظيم لوظائف حيوية عدة. لكن الجهاز العصبي في كثير من الأحيان يتعرض لخطر الإصابة بالأمراض المختلفة، مما يؤثر سلباً على مسيرة حياتنا اليومية. وأكثر الأسباب المؤدية للإصابة بالمرض عبارة عن الجراثيم أو الفيروسات، والتي يمكن أن تسبب مثلاً التهاب السحايا المحيطة بجهازنا العصبي المركزي، ومن الممكن أن تودي بحياة المصاب، حيث تصل تلك العوامل عن طريق الأنف أو الفم أو البلعوم أو الدم إلى أغشية السحايا المحيطة بالدماغ والنخاع الشوكي، مما ينتج أعراضاً متنوعة كارتفاع حراري وحمى وتقلصات عضلية وصداع شديد جداً وأقيا. ويتم تشخيص هذه الحالة بأخذ عينة من السائل الدماغي الشوكي وفحصه، كما يعالج بالمضادات الحيوية المناسبة بإشراف طبي. وهناك أسباب تتعلق بالوراثة ينتج عنها أمراض في جهازنا العصبي، ومن تلك الأمراض داء الزهايمر أو ما يعرف بالخرف المبكر، الذي يصيب بعض المتقدمين في العمر نحو سن 60 غالبا، ويؤدي إلى تلف تدريجي في العصبونات، يعد غير قابل للعلاج حاليا، كما أنه يسبب فقدانا تدريجيا للقدرات العقلية وتراجعا في الوظائف المعرفية، مما يؤثر سلبا على سلوك الشخص وحياته اليومية، فيصبح مضطرا للاعتماد بشكل كامل على الآخرين. ينتج هذا المرض عن تراكم لويحات من بروتين الأميلويد حول العصبونات في القشرة المخية والحصين، فيتعطل انتقال الإشارات بين الخلايا العصبية نتيجة فقدانها القدرة على التواصل مع بعضها، ثم تضمر وتموت. ومن الأمراض الأخرى التي يعود سببها للوراثة أيضا داء باركنسون أو ما يعرف بالشلل الرعاشي. فأول مقال وصف هذا المرض نشره الطبيب جيمس باركنسون، لذا سمي المرض باسمه، حيث يصيب المتقدمين في العمر. والمتهم الأول في هذا المرض مركب كيميائي يسمى الدوبامين، الذي تفرزه عصبونات كبيرة في المادة السوداء لجذع الدماغ، والذي ينتقل عبر محاورها إلى الجسمين المخططين، فيكون تأثيره مثبطا، وبالمقابل يتحرر الأستيل كولين الذي له دور التأثير المنبه على الجسمين المخططين من عصبونات في قشرة المخ، مما يسبب حركات طبيعية في الجسم. فعند موت عصبونات المادة السوداء يسبب ذلك نقصا في مادة الدوبامين، ويحدث خللا في نظام الحركة الجسدية، وتظهر أعراض مختلفة منها الارتعاش الإيقاعي في اليدين، تصلب في العضلات، وصعوبة وبطء في الحركات. أما العلاج فيتم بإعطاء المريض مادة طليعة الدوبامين بدلا من الدوبامين، حيث أن الأخير لا يستطيع اجتياز الحاجز الدماغي الدموي، فتتحول الطليعة في الدماغ إلى الدوبامين. ويمكن أن يصاب الجهاز العصبي بأمراض مناعية ذاتية بين سن 20 إلى 40، كالتصلب اللويحي المتعدد الذي يعرف بالتنكس العصبي، حيث يسبب فقدان خلايا الدبق قليلة الاستطالات التي تعمل على تشكيل غمد النخاعين حول محاور الخلايا العصبية في المادة البيضاء، وينتج عن ذلك زوال غمد النخاعين، فيحس المريض بصدمة كهربائية عند تحريك العنق. كما يمكن إصابة الجهاز العصبي بمرض الشقيقة أو ما يعرف بالصداع الوعائي، والذي يحدث بسبب توسع فرع أو أكثر من الشريان السباتي، ويؤدي ذلك لتنبيه النهايات العصبية فيه، وينتج عن ذلك صداع وحيد الجانب. ويمكن لعوامل بيئية أو نفسية أن تسبب هذا المرض. وهناك أيضا حالة مرضية يصاب الإنسان بها بحركات تشنجية لا إرادية، يصحبها السقوط أرضا وفقدان الوعي،
ناتج عن نوبات من النشاط الكهربائي الدماغي المشوش والتي تسمى بمرض الصرع. بعد أن تعرفنا إلى جهازنا العصبي مما له من أهمية كبيرة في التنظيم وضبط العمليات الحيوية في الجسم، فلا بد لنا من الاهتمام بسلامته، وذلك من خلال التغذية السليمة وممارسة الرياضة اليومية لننعم بحياة صحية خالية من الأمراض.